مطربة لبنانية ليال عبود، منورة الدنيا. مساء الخير، مساء جمالك. ليال، كلميني النهاردة عن حضورك مسابقة ملكات جمال العرب. أول شيء خطوة حلوة لإني شارك بهالعمل الرائع وبهالمهرجان الرائع، وبتمنى التوفيق لكل المشتركات، وإن شاء الله هيك بضل مصر بضل بلد السلام وبلد الجمال وبلد الفن. أنتي دايما منورة مصر. ثانك يو. أنتي أول مرة تحضري مسابقة زي دي؟ لا أبدا، في أعمال كتير ومشاركات كتير بلبنان وبكل العالم العربي طبعا. ليال، كلميني عن أعمالك في 2017، أنت تألقتي في 2016 وعارفة بقيتي معروفة أكتر عند المصريين خلال 2016، كلميني إيه الجديد عندك في 2017؟ الجديد عمل مشترك لفيلم لمحمد السبكي، مش رح نقول عنه هلا، بس مش حبكي خلاص بعد صدى نجاحها، عم حسه يوم بعد يوم وعم تكتر نسبة المشاهدة اللي صارت أكتر من 7 مليون، وأنا هلا أزرت أغنية شعبية لبنانية اسمها دنيا عجايب اللي من أسبوع صدرت وعم تلاقي نجاح كتير وصدى كتير رائع جدا. دي هتبقى لتاني مرة على التوالي تشتغلي مع السبكي صح؟ أكيد، بس دنيا عجايبي عمل كان منفرد لإلي بلبنان، وكان الكليب من إخراج فادي حداد، تم التصوير على يومين ببيروت، وكان عمل شورت فيلم وتمثيل درامي رائع جدا جدا، ولأول مرة بشارك فيه الفنان الرائع بوغدان الروماني اللي إجا من رومانيا لحتى يشاركني بالعمل الرائع. ما فيش ألبوم يا ليال في 2017؟ أكيد في ألبوم 2017 بتضمن 16 أغنية متنوعة بين اللهجات اللبنانية والمصرية والخليجية والعراقي، أكيد مشكلين يعني عاملين نكهة مشكلة. انتهيتي من تصويره ولا لسه؟ يعني لو في كليبات صورتيها خلاص وانتي انتهيتي من تصوير او تسجيل الاغاني ولا لسه؟ خلصت كل حاجة، بس ناطرة انه اصدر عنوان يكون بوم للالبوم. كلميني عن مشاركتك لاول مرة بان انتي دخلتي حتى لو باغنية في حاجة في الميديا خاصة في مصر. هلا تجربة أولى كانت لإلي من باب الواسع، يعني طبعا محمد السبكي ما فيني إلا أقول شابو با، يعني أنا بقول إنه كانت خطوة كتير لامعة وكانت بوابة لأشياء، مقدمة لأشياء جديدة وأشياء حلوة ناطرتنا بعدين. كلميني عن الطلة الجميلة، عاوز أعرف الدريس والشعر والمكياج. أول شيء ديزاينر ماي بيست إيفر عقل فقيب، وجيله تحية، ومن مصر لكل لبنان، ودايما بيهتم بإطلالاتي وين ما كنت، وطبعا ميك اب وشعر ميسم بيضون. فيهم واحترت انا فيهم، لازم اللي بعوني بكره اوريهم، يا ما عملوا معايا وخسرت كفايه، ولا عمر انا هرجع ولا بص ورايا، مش حبكي خلاص على ناس مش ناس، بيخونوا التملي ويبيعوا فناس.